إرادة ملكية بتعيين القاضي أحمد العواد الياسين رئيسا لمحكمة إربد الشرعية وترفيعات لقضاء شرعيين. وزارة الخارجية تعلن أسماء الشهداء الأردنيين بالحادث الإرهابي في نيوزيلندا. وزارة المياه والري تعلن البدء بإسالة مياه سد الملك طلال. الأردن الأول عربيا بنسبة المدخنين. وزارة الصحة تشير إلى تسجيل عدد قليل من حالات إنفلونزا H1N1 بين طلبة المدارس. هيئة النزاهة ومكافحة الفساد تسترد 222 مليون دينار في 6 سنوات. مدير إدارة مكافحة المخدرات العميد أنور الطراوني يشير إلى أن 78% ممن ضبطوا بقضايا مخدرات لديهم عمل. مياه الأمطار تداهم مستشفى النديم الحكومي بمادبة. وزارة الخارجية تنفي تسلل أشخاص عبر الحدود الأردنية إلى إسرائيل. إمام مسجد النور جمال فودة يروي تفاصيل مجزرة نيوزيلندا.